الحمد لله، دكتور انبسط من البحث بتاعي، لكن لما عرف اني ما اشتريتش المذكرات الاخيره بتاعته اداني درس عن واجبات الطالب الجامعي. الله، انت بتبصي لي كده ليه يا سهير؟ اصل بستغرب انت ليه ما اشتريتش المذكرات الجديده؟ عشان الفلوس اللي كانت معايا سهرت بيها في شيراتون. بقى كده انت عارفه كويس ان انا ما معيش فلوس عشان اشتريها. انت متاكد ان ما معكش فلوس؟ ما معيش غير دول. سهير لو سمحت ما تبقيش تحطي لي فلوس في الكشكول، الطريقه دي ما بتعجبنيش. انا مش واحده في شقه مفروشه قبل ما تنزل يحط لها فلوس في شنطتها. انا اسفه، ما كانش قصدي، كان ممكن تعتبرهم صرفة. وردهم ازاي وامتى؟ مش مهم، احنا مش بنحب بعض. انت عارفة اني رافض الموضوع ده من اساسه. عشان انا سهير بنت عطية بيه، وانت فتحي ابن اللص حسن اللي بيشتغل عنده. عشان الفساتين والعربية والفيلا كلها مظاهر. سهير هي سهير، انا عارفة انك بتحبني وانت كمان عارف كده كويس، لكن الحاجات الصغيرة اللي بتبص لها دي هي اللي منعاك، مش كده؟ دي مش حاجات صغيرة، ما بتشوفهمش بيبصلنا ازاي واحنا قاعدين مع بعض في الكافيتيريا؟ ما بتسمعيش ايه اللي بيتقال علينا؟ ما يهمنيش، لكن يهمني انا. يلا نروح. هستنى واحد صاحبي معاه مرجع مهم. استناك النهارده تذاكر لي؟ مش عارف. هشوفك بكره. هحاول. هلا عنه يا استاذ حسن. عيب يا رجب، المكنه تزعل. تعيش. الله، يا زرجيني التاني. شويه صداع وهيروحوا. اذا كان الحديث تعب يبقى هنعمل ايه احنا يا بني ادمين؟ احنا ورانا ايه غير الشغل؟ يا ريت عاجب يا صاح حسن، واخر الزمن نترمي في الشارع. قال ايه؟ المكان الجديد مش عايز حد يشتغل عليه. سوماتيكي ده اللي ملوش قديم ملوش جديد. اكد طول ما حسن موجود ربنا مش هيديمك. ربنا يديم المعروف يا ابو علي. مش تفتح تعب يا مؤاخذة يا سعادة البيت، أصل عم حسن المكنة عورته وراح أطلب له الإسعاف. النبي ما حدش يجيب سيره لاولادي. قوم يا اخويا انت وهو، كل واحد يروح يشوف شغله. يلا. في ايه يا حسن؟ مفيش حاجه عقليه بسيطه. الحمد لله. كان المفروض انك تاخد بالك يا حسن. تعال لي المكتب. المكنة قدمت يا حسن وما عادتش نافعه. ابدا، دي عاوزه شويه حنيه ترجع تشتغل تاني. دي كلفتني يا راجل اكتر من تمنها. ما هي بقى لها 20 سنه بتشتغل يا عطيه بيه. ما هو عشان كده لازم تتغير. لا، ممكن تشتغل 20 سنه كمان. المكن كله اذن ومش بلاحق على الطلبات اللي بتجيلي. المكن الجديد هيريحنا وهيوفر وقت وفلوس يا حسن. ويوفر عمال. دي مساله نبقى نشوفها بعدين يا حسن. المكان الجديد هيريحك، وخصوصا انك كبرت. ما احنا في سن بعض يا عطيه بيه. تمام، بس انت السن باين عليك اكتر يا حسن. صحيح، فرق كبير، زي الفرق بين المكان القديم والمكان الجديد. حسن ممكن تروح تستريح النهارده. شكرا.
فتحي. ازيك يا رب؟ عشت يا سي فتحي. مش واجب برضه يا سي فتحي تطمن على اخوك محمود؟ ما تخافيش يا ستي، هو دايما متعود يغطس ويب كده. ايوه يا سي فتحي، بس غطسته طولت قوي المره دي. قلتلك ما تخافيش يا رب. عمر الشقي باقي. اهلا فتحي. اهلا بابا. الله، ايه اللي عوارك كده؟ لا دي حاجه بسيطه. عشان كده جيت بدري؟ لا ابدا، خدت اجازه نص يوم. عامل انت ايه في الكليه؟ الحمد لله. ربنا ينجحك يا ابني ويحبب فيك خلقه. وازاي يا عم عطيه؟ عم عطيه كان زمان، دلوقتي بقى عطيه بيه صاحب المطبعه اللي ابوك بيشتغل فيها. كل همه نفسه بس. ليه هو حصل حاجه بيكم؟ لا ابدا. امال ليه بتقول الكلام ده بقى؟ ما تشغلش بالك انت بالحاجات الصغيره دي. اعمل لك كوبايه شاي على بال الاكل ما يستوي. لا انا هخش انام عشان اقدر اصحى ازاي. الاستاذ حسن موجود؟ ايوه يا شاويش. انت مطلوب في الاسم. ليه؟ ابنك محمود موجود في الاسم، عايزينك تضمنه. صغيرة يا بلعت. سيبك ايه التحقيق يا بس يا طوارئ بس. فاضل حسن. نعم. عبد الصمد عايز. اتفضل يا مدير. ارجو الحكايه دي ما تتكررش تاني يا استاذ حسن. وده ابنك برضه، وتقدر تمنعه ان ما يروحش للكبريات هناك ويتخانق عشان خاطر واحده رقاصه. مع السلامة. سعادة البيل، الإجراءات دي برضو كان ممكن تكمل معايا، أنا مش قاصر يعني. وإحنا آسف يا محمد. حاضر يا فندم. في إيدك. إيه ده يا حسن؟ الدنيا بتلطش معاك كده ليه؟ يا رب أنا كنت عملت إيه علشان أشوف كل ده؟ ده أنا مضحي بكل حاجة، بعمري وصحتي وحياتي علشان ما تشوفوش العذاب اللي أنا شفته. ده أنا مطاطي راسي في الأرض علشان ترفعوا راسكم. أقولي للناس لما يسألوني ابنك كان مقبوض عليه ليه؟ مش كفاية إنه ما ينفعش في المدارس وعايز صايع، كمان جايبني على الحار وتدخلني الإقسام وتعمل لي فتيحة في الحارة بجلاجل. معلش يا بابا، خش استريح انت جوه. استريح ازاي؟ استريح ازاي وانا شايف تعب السنين كلها بيروح قدام عيني؟ اخصى عليك يا محمود، كان منى عيني افخر بيك زي اخوك، لكن عليه العوض. عليه العوض يا رب، عليه العوض، عليه العوض، عليه العوض يا رب، عليه العوض. حرام اللي بتعمله فينا ده. ابوك يا اخي ذنبه ايه يتمرمط ويتعب ويشقى في الاخر تطلق في الحته؟ يا اخي حس على دمك بقى فوق. انتوا اللي لازم تفوقوا وتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. ابوك بيشتغل 12 ساعه في اليوم علشان شويه ملاليم، وانت انت 20 سنه بتذاكر عشان ايه؟ عشان 25 ملطوش مش هيكفوك حتى مصلات. ابوك عمل كل اللي قدر عليه عشان يشوفنا احسن من كل الناس، لكن لكن ايه؟ لكن ايه؟ القسمه؟ النصيب؟ كله خلاف فارغ. فيه ناس ما كانش معاها القرش عرفت ازاي تجيبه وتخليه جنيه والف ومليون. الدنيا دي يا صاحبي عايزه اللي ياخد منها ما يديهاش، عايزه اللي يضحك عليها مش هي اللي تضحك عليها.
مسافر دلوقتي على اسكندريه. بالليل؟ ايوه، عشان لازم بكره الصبح ابقى في المينا لان المكان الجديد وصل. طب ما تبعت اي حد. يا بنتي ما يخاف على المال الا اصحابه. انت اللي غلط يا ابني. شوفي يا بنتي، انت عارفاني وعارفه طبعي، لما احب اوصل لحاجه لازم اوصل لها، وعلشان اوصل لها لازم اتعب. طب خدني معاك اسكندريه. لا خليكي انت هنا في مذاكرتك، انا مش هتاخر. اشم شويه هوا. انا هجيب لك معايا شويه هوا تبقي تشميهم هنا على راحتك. عايزه حاجه؟ بابا. عايزه حاجه تانية من اسكندريه؟ شويه ميه من البحر. صدقيني يا راويه انا ما انفعكيش، انا حياتي كلها قلق ومشاكل، انا تعبان، لو جوزتك هتعبك معايا. طب ليه ما تشوفلكش شغلانه؟ تشوف لك حته شقه صغيره نتلم فيها، يمكن ترتاح وتريحني معاك. شغلانه؟ قصدك اشتغل عند حد، ابقى طور في ساقيه غيري، الف فيها طول النهار والف واحد يتحكم فيا، واخر النهار اطلع بنص جنيه اشتري بيه بطيخه وارجع لك البيت وانا مهدود الحيل ومكسور النفس. طب بلاش تشتغل عند حد، انت مش كان نفسك من زمان في ورشه؟ منين ده، حتى الحلم ده انا خلاص نسيته. صدقيني يا راويه انا ما ينفعش اكون الزوج اللي انت بتحلمي بيه. اخرج من البيت الصبح وارجع بعد الظهر وافضل معاك لغايه تاني يوم الصبح، نخلف 100 عيل ونرميهم للدنيا تربيهم، ناكلهم فقر ونسقيهم ذل. لا انا بحبك يا محمود، بحبك ونفسي اساعدك. انا كمان بحبك بس ما اقدرش اتجوزك. ليه يا محمود؟ هشحططك معايا، انا مش عارف انا رايح فين ولا ليه، كل اللي اعرفه ان انا نفسي ابقى حوت علشان السمك ما ياكلنيش، علشان السمك ما ياكلنيش لازم ما يكونش فيه في رقبتي مسؤوليه علشان ما يجيش اليوم اللي نخي فيه. صدقيني يا راوية أنا ما انفعكيش. البحر الجديد وصل، بيقولوا ده أجدد مكان ومفيش بعد كده. البحر الجديد وصل وطلع 4 ألوان بواحدة. 4 تلوان؟ آه، وطلع لايك 26,000 نسخة في اليوم. ما أقول الكلام ده. ليه؟ ليه؟ اشتغل يا عزيز، وقفت ليه؟ ليه؟ عندي لو اتكهنتي انا هتكهن انا كمان. بلاش تحرمي دلوقتي، انا لسه فيه مسؤوليه على كتافي كتيره قوي. الواد لسه في الجامعه ما خلصش، والواد التاني قاعد في البيت حمل على كتافي كتير قوي. اشتغل يا عزيزه اشتغلي، وانتي لو داسوكي بالرجلين هيلبسوني انا كمان، هيلبسوني انا كمان. ده انت ياما طبعت الكتب، قريت ناس كتير واتعلمت واتخرجت وبقوا قضاة ومحامين ومهندسين. اشتغلي يا عزيزة اشتغلي اشتغلي يا عزيزة. وبعدين معاك يا سعيد، وانا لازم اعرف احنا رايحين فين. بعدين تعرف. اختطاف يعني؟ سميه زي ما انت عايز. هنزل. مش هتقدر. ليه بقى؟ عشان بتحبني.
يا ترى هتبقى تنجحني لو تعينت معيد في الكليه؟ ما بتردش ليه؟ مالك؟ لا ابدا مفيش. عارف انا لو تعينت معيده وكنت طالب عندي كنت هنجحك بامتياز وما مرتبت الشرف كمان. اما عطيه كان زمان دلوقتي بقى عطيه بيه صاحب المطبعه اللي ابوك بيشتغل فيها. انتوا اللي لازم تفوقوا وتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. ابوك بيشتغل 12 ساعه في اليوم علشان شويه ملاليم، وانت بتاع 20 سنه بتذاكر عشان ايه؟ عشان 25 مطوشه. اتفضل يا فندم، وصلنا بسرعه مش كده؟ هاي اللي واخد عقلك. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ عزمك على الغد، عندك مانع؟ لو كنت عارف انك هتجيبيني هنا ما كنتش ركبت معاكي. خلاص يا سيدي، اعتبرني اني خطفتك زي ما قلت. اتفضل. بابا هنا ينزلك؟ فوق التاني. ادخل يا فتحي. ازيك يا زينب؟ بخير الحمد لله، ازيك انت يا فتحي بيه؟ اهلا ازيك يا فتحي؟ اهلا عطيه بيه. امال فين عمي يا ولد؟ اهلا يا عم. اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. ها صهير عامله معاك ايه في المذاكره؟ أنا معتمد عليك يا بطل. تعرف يا بابا؟ ها فتحي السنة الجاية هيبقى معيد في الكلية، يعني هيدرس لي. ما شاء الله ما شاء الله، شاطر يا فتحي، أنا دايماً بقول إن ليك مستقبل كبير. أنا بحاول يا عمي وربنا يسهل. أنا بقول إن حسن عرف يخلف. بس خسارة الواد أخوه ده. أنا مش عارف الواد ده طالع لمين. تعرف يا فتحي إن بابا معجب بيك جداً؟ طبعا لان فتحي عايز يبقى كويس. شوف يا فتحي يا ابني، العلم طريق كل شيء، طريق للثروه للسلطه للسعاده. العلم سلاح لازم تعمل له مليون حساب. غريبا ان ده يكون راي حضرتك. انا صحيح مش متعلم لكن بعرف استفيد من المتعلمين، اسال اخد خبرتهم. طب يلا بقى، ممكن اخدكم على الغدا؟ لازم الواحد يعرف ايه الجديد ويستفيد منه، وبالشكل ده مطبعتي هتبقى الاولى. بابا. لا. السوق يا فتحي يا ابني ما بيرحمش، لو الواحد اتاخر بيضيع. لازم الواحد يشتري احدث المكنات ويشتري لها العقول اللي تفكر لها، وبالشكل ده ومهما خدت بتدي، وابقى انا دايما فوق. ما تجيب يا بنتي شطرز. أنا أبو حنفي جه منك، أهو كده الشغل ولا بلاش؟ العربية تخش المخزن وتتفك، مش عاوز يطلع عليها الصبح. برافو، 60,000 برافو، صدى تمام. الفلوس جاهزة تحت أمرك أبو حنفي. ودلوقتي بقى لازم نحتفل بالصدى التمام دي ونحللك بقك، مش كده ولا إيه؟ يلا.
شغاله فتحي. اهلا. ايه انت لسه زعلان مني؟ الله. طب خد. ايه دول؟ فلوس. يمكن تحتاج تشتري كتب، هدوم، اي حاجه. متشكر. ما تخافش، دي فلوس حلال. انت تعرف الحلال. الله 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 الله. ده انت لسه زعلان مني. طب يا سيدي راسك. وابوك مش واجب برضه تصالحه وتعتذر له؟ انت ليه بتعامل ابوك كده يا محمود؟ عشان هو السبب في اللي احنا فيه. عيشنا في فقر وذل ومرار. كان ممكن يبقى صاحب مطبعه زي عطيه بيه. انت عارف عطيه دوت من 20 سنه ما كانش حته غير جلابيه واحده. النهارده 100 بدله وثلاث عربيات وفيلا. وابوك عمل ايه؟ ولا حاجه، زي ما هو. كل فلوسه صرفها علينا. فلوس؟ انت بتسمي دي فلوس؟ تحب تشوف الفلوس؟ مش عايز اشوف حاجه. كفايه كفايه يا ابني. ابوك ده طول عمره ابوك طول عمره ايه؟ كمل قول كل اللي في نفسك. طول عمره ايه يا محمود؟ بابا ايه اللي صحاك يا بابا؟ طول عمره خايب ضعيف. بكره تتجوزوا وتفتحوا بيوت وتعرفوا يعني ايه المسؤوليه. ساعتها هتقولوا ابونا كان عنده حق. صحيح عشتوا في فقر، لكن على قد ما قدرت. انا كنت بقطع من لحم وادي لكم، كنت بشيل اللقمه من بقي واكلها لكم. كتر خيرك يا بابا. انا حاولت معاك كتير لكن ما سمعتش كلامي. كان نفسي اشوفها في الجامعه زي اخوك، لكن معلش. تصبحوا على خير. انا خلاص ما فاضلش من عمري قد اللي راح. نفسي اشوفكم كويسين وقلبكم على قلب بعض. تصبحوا على خير يا بنات. هتنام من غير عشاء؟ خد كلك لقمه قبل ما تنام. كل. تصبحوا على خير. انت من اهل بابا. العمال جوه عاملين هيصه مش راضيين يشتغلوا. الوسط حسن هو اللي بيحرضهم. يا جماعه اهدوا بالله، كل واحد فيكم هياخد حقه. هياخدوا ازاي يا عم حسن؟ انت عارف البير وغطاه يا سيدي. بس المكن الجديد ملى السوق، يعني مش هنلاقي حد نشتغل فيها. يا سيدي الارزاق بيد الله. ما قلناش حاجه يا اسطى حسن، بس بيوتنا هتتقفل واولادنا هتجوع وهتتشرب. ما تخافوش، مفيش حاجة من دي هتحصل أبدا. لما يجي عطية أنا هكلمه ومش هسيبه إلا كل واحد فيكم لازم يرجع شغله. حسن أنا عايزك شوية. تعال. إيه اللي بيحصل يا حسن؟ العمال زعلانين. وإيه اللي زعلني؟ عشان عاوز تطردهم. أنا ما قلتش كده. أنا قلت هبيع المكن القديم، واللي عايز يستنى يتعلم ازاي يشتغل على المكن الجديد. دول خدموك العمر كله، ارحم سنهم. دي المطبعة ما كانتش هتبقى كده إلا بيهم. يعني أنت معاهم؟ أنا مع الحق. الحق إنهم ما يقفوش في طريق العلم والتطور. المكن قدم ما بقاش ينفع. وانا ما عنديش استعداد اقفل المطبعه علشان خاطرهم. شوف يا حسن، انا بحبك ومش ناسي العشره اللي بينا.
عشان كده هعينك قسط على المكان الجديد. قسط على حاجة معرفهاش. كلنا الأول كنا ما بنعرفش يا حسن، لكن اللي عايز يتعلم بيتعلم، واللي ما يمشيش مع الزمن يمشي عليه الزمن ويدوسه. أنا بمشي مع الزمن، لكن أنت طول عمرك ما بتفكرش إلا في نفسك وبس. كنت هتبقى عطية بيه لو جوزت ليلى بنت الحاج درويش وكان زمانك قاعد على الكرسي ده، لكن ما عرفتش تمشي مع الزمن. طول عمرك الطمع مال عينيك، ضحكت عليها وعلى ابوها لحد ما اتجوزتها. فيعك يا حسن واخرتها رمتها وماتت بحسرتها، وقعدت انت على الكرسي ده اتعجزت وخرفت ولازم تستريح. يعني ايه؟ يعني ما تجيش الشغل من بكره. طب ازاي؟ انا فنيت عمري وشبابي هنا واخرتها تطردني طرد الكلاب؟ طب اروح فين؟ اقعد في البيت؟ ما اقدرش. ده انا اتعودت طول عمري البس بدلتي الحلوه دي واجي على المطبعه من بدري اشوف اصحابي زمايلي والمكن. هسيبهم خلاص؟ هسيبهم بعد العشرة الحلوة دي كلها؟ ده انا عمري ما زعلت حد ولا حد زعل مني. ازاي هسيبهم؟ يا سهير انت عمرك ما ركبتي مواصله زحمه، اتشعبطتي على السلم، عمرك ما اشتهيتي هدمه كويسه، عمرك ما ضحكتي على نفسك واعتبرتي نفسك عايشه احسن عيشه في الدنيا. ايوه عمري ما عملت كل ده، لكن في نفس الوقت عمري ما حبيت حد بالشكل ده ولا احترمته بالشكل ده ولا حسيت اني محتاجه له بالشكل ده. بكره تفوقي نفسك لما تلاقي روحك على البلاطه هتعرفي ان الحب ده مجرد نزوة عرضة وتنتهي. فادي انا عارفة انك بتحبني وانا بحبك ومفيش اي قوة هتقدر تفرق بيننا، وانا متأكدة ان بعلمك وكفاحك هنقدر نعمل مستقبلنا ونعيش في سعادة مادام بنحب بعض. استغنى عنك. استغنى عنك؟ ايوه رفدني بعد العمر ده كله. طب ليه؟ ايه السبب؟ فاكرني بعص العمال عليه. يوم يرفدك
ينسى عشرتكم؟ ينسى عمرك اللي طحنه؟ ده ما بقاش بيه غير بيك وباللي زيك. مقدر ومكتوب يا ابني. لا يا بابا، عمر الظلم ما كان مكتوب. انا رايح له. لا لا يا ابني، انا مش رايح له عشان يرجعك. لا، انت كفايه عليك شغل بقى يا بابا. وانا الحمد لله كلها شهرين وهتخرج واشتغل. انا رايح له عشان ارجع لك حقوقك. انا عمري ما اشتغلت مع عطيه بيه وكان ليها حقوق، يعني لا ليا لا مكافأة ولا معاش ولا تأمين. ازاي الكلام ده؟ ده اللي حصل يا ابني، وزي ما قلت انت بكره تتخرج وتبقى عظيم، وفرحتي بيك هتنسيني تعبي واحزاني اللي شفتهم في حياتي. ما تنساش يا ابني ان ربنا كريم، ما بينساش حد ابدا. انا سايب جوه العشاء لاخوك، اوعى اخوك ينام من غير عشاء. مش عايشين في العصر الحجري ولا احنا سمك بينهش في بعضه. امال ابوك اتاكل لحم وترمى عظم ليه؟ عطيه بيه لعب لعبه قذره وعرف ازاي يتخلص منه بعد ما استأمنه على نفسه. ابوك طول عمره عايش تابع، ما حاولش ابدا انه يكبر ويطلع على وش الدنيا، وادي النتيجه، عاش في الفقر وعيشنا معاه. بابا طول عمره بيكافح، عمل كل اللي يقدر عليه. ابوك ما عملش حاجه غير انه ساب الناس تمص دمه، ولولا ابوك واللي زيه عطيه بيه ده ما يبقالوش وجود. اتفضل يا سيدي، مذكرات الدكتور كمال. دفعتي ثمنها ليه؟ ليه؟ احنا مش اتفقنا ان مفيش فرق بيننا؟ اوهام، في فرق كبير يا ست هانم، فرق كبير قوي. حصل ايه؟ لعبة خلاص انتهت. لعبة ايه؟ ارجوكي كفاية لغاية كده. وطي صوتك، انت عايز تلم الناس علينا؟ يهمك دلوقتي ان الناس ما تسمعش صوتنا، لكن ما يهمكيش انهم يعرفوا انك بتدفعي لي ثمن المذكرات، مش كده؟ لا بقى، الحكايه مش مساله مذكرات، اكيد في حاجه تانيه. ايوه يا ست هانم، ابوكي عطيه بيه باع عشره العمر وطرد ابويا من المطبعه، انت كمان هتبقي زيه. طب اهدى بس وفهمني ازاي ده حصل. روحي اسالي ابوكي وسيبيني. الإنسان في ظروف زي دي لازم يحكم عقله، مفيش عواطف في الشغل، وأنت كمان لازم تحكمي عقلك. تقصد إيه يا بابا؟ أنت فاهمة قصدي كويس. يا بابا أنا مش ممكن أتخلى عن فتحي، أنا اتولدت معاه واتربيت معاه، وإذا كانت الفلوس بتغير من طباع الناس فأنا مش ممكن الفلوس تغيرني، وعم حسن لازم يرجع الشغل تاني. قصدك لسطى حسن؟ أنا عمري ما كنت فاكرة إنك قاسي بالشكل ده. أنا بحافظ على مصالحي. بس ده يبقى ظلم. كفايه
سهير اصلحي بنتي، مش عارفه معنى الكلام اللي بتقوليه. انا ظالم؟ بابا ظالم؟ انا ما اقصدش يا بابا، بس طرد انسان غلبان زي عم حسن يعتبر عمل مش انساني. لا 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 يا حبيبتي، انت لسه صغيره مش فاهمه الدنيا ازاي. لا لا لا، الانسان يا معايا يا ضدي، مفيش حاجه كده في النص. الراجل قصده حسن ده بقى ضدي. التفاحه الخسرانه بتفسد التفاح اللي حواليها. شغل ايه يا حسن اللي هتدور عليه؟ انت كبرت يا راجل خلاص، مفروض تستريح بقى. انا لازم اشتغل لغايه ما فتحي ابني يتخرج، دي له كلها شهرين. هو انت يعني فاهم ان فتحي هيتخرج ويلاقي الشغل مستنيه؟ دول يا راجل بيقعدوا سنة واتنين وتلاتة لحد ما يجيلهم التعيين. ربنا كريم وعالم بالحال. ايه رأيك يا حسن لو فتح يجي يمسك حسابات الفرن بتاعي وهتبقى نوايا تسد تسير؟ مش ممكن. فتحي ابني الحاجة الوحيدة الكويسة اللي انا حسن عملتها في حياتي. وهو يعني فتحي هيشتغل العمر كله؟ لا يا حاج مجنون، ابني مش ممكن يتمرمط. امال انا عايش ليه؟ يا ريت يا استاذ حسن، لكن المكان اللي عندي كله جديد وعاوز ناس عندهم صحه علشان تشغلوا وتفهموا. انا عايز واحد يديني انتاج مش واحد اديله اعانه. أمن عليك النهاردة وتنط لي بكرة. خلاص يا حسن، خلاص ما بقاش منك نفع، لازم تموت بقى، يضربوك بالرصاص زي الخيل لما تعجز. خلاص يا حسن كبرت، محدش عايزك، مفيش شغلانة قبلك. خلاص يعني ايه؟ اموت؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه يا ابني؟ بتدور على حاجة؟ لا مفيش. اوعى تكون بتدور على دي. يا سلام عليك يا محمود، يعني انت دايما كده. ايه؟ سيبها لي شوية بس. يا سلام يا محمود، بس انا بس واقع اكل. ها يا محمود، سيب يا جدع عم اتفرج عليها شوية. بلاش هزار سخيف بقى. سلام. صحيح، يدي الحلق للي بلا ودان. اما انا يا ابني لو كنت مكانك كنت عملت عمايل. كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت انتقم لابويا عن طريقها. ازاي؟ المسألة بسيطة جدا. دلوقتي هي مش بتحبك؟ ايوه. مش بتثق فيك؟ طبعا. طب ما خلاص. خلاص ايه بس يا محمود؟ خلص معاها. ايوه خلص معاها، بعد كده ممكن تسحب منها اكتر من اللي كان ابوك بياخده من مطبعه ابوها. دي تبقى سفاهه يا عم. يا عم سيبك بقى من المبادئ والمصل بتاعتك دي اللي جايباك ورا. المبادئ والمصل دي اخترعوها الناس الضعاف اللي زيك علشان يبرروا لنفسهم غيبتهم قدام نفسهم. المصل والمبادئ دي اسلوب البني ادمين مش اسلوب الحيوانات. زمان كانوا بيقولوا على قد لحافك مد رجليك، دلوقتي على قد سلاحك مد ايديك.
القوة، القوة هي أساس كل شيء. عندك القوة محدش يقدر يقف قصادك، تبقى أنت المثل وأنت المبادئ وأنت القانون. لو اللي بتقوله ده صح يبقى مفيش بني آدمين. ما هو مفيش بني آدمين يا ابني، فوق بقى الدنيا دي غابة، غابة، وبدل ما تاكلك الغلال لازم تاكلها أنت. يا اخي بلاش حفر، امشي روح اقنص في حته تانيه. قلت لك ان الف واحد يتمنى لي ابوك اسطى بريمو خبره 40 سنه. بابا انا كلمت المحامي واتفقت معاه عشان يرفع لك القضيه. قضيه وقف في المحاكم بعد العمر ده كله؟ ده حقك ولازم تاخده. يا ابني انا مش بتاع مشاكل وقضايا. يا بابا اذا كانت الحكومه عامله قوانين عشان تحميك وتحمي حقوقك تبقى انت تفرط فيها. القضيه دي مش عاوزه مصاريف، اجيب ده كله منين يا ابني؟ لنا رب اسمه الكريم وهو اللي هياخد حقي. ايوه يا بابا، بس ربنا قال اسعى يا عبد. يا ابني سيبك من المساله دي والتفت انت لمذاكرتك، لازم تنجح السنه دي وتطلع من الاوائل. يا بابا القانون في صفنا. يا ابني ربنا اقوى من اي قانون. عجب كده اللسطه يا باب حسن اللي بتقولي عليه مخلص وامين. خير يا بابا؟ رافع عليه قضية. حقه حقه انه يسوق سمعتي. من حقه انه يدافع عن نفسه. يظهر ان سفاتحي ده اثر عليك، خلاكي تكلمي بلسانه وتفكري بعقله وتنضمي ليهم ضد ابوكي. اسمعي، انا مش عايز الواد ده يجي البيت ولا تشوفيه تاني، لا جوه البيت ولا بره البيت، مفهوم؟ انا اسف يا بابا، دي حياتي وانا حره في تصرفاتي، ما دام في حدود الادب. الادب انك تطيعي ابوكي. والمظلوم كمان من حقه ان الناس كلها تقف جنبه. انا هخليه يندم على اليوم اللي فكر فيه انه يعاديه، وهدوسه برجليا وكل عمال المطبعه هتيجي شطته. الحيوان ده انا وانت من زمن طويل يا حسن. بابا انت نسيت انت بتتكلم عن مين؟ ده عم حسن اللي ماما الله يرحمها وصيتك عليه قبل ما تموت، ووصيته هو علينا، واللي جدي ما كانش بيثق في حد غيره. انت ليه بتكرهه؟ هو ما خدش منك حاجه، انت اللي خدت منه كل حاجه. انا ما خدتش من عبد حاجه، ومش ما تجيش تكلميني بالشكل ده. انا كنت حاسه بالعذاب اللي ماما عايشه فيه، كنت صحيح صغيره، لكن لما كبرت عرفت ليه هي كانت بتفرع نفسها اوضتها وتعيط. لانك كنت ما بتحبهاش، طول عمرك بتحب مصلحتك وبس. خلاص النهارده مفيش خروج من البيت ومفيش كليه كمان. شاكر بيه اتكلم عليكي عشان ابنه، وبكره انا حوافق يوم الخميس اللي جاي ده كتب كتابك. بلد اخر الزمن. اهلا وسهلا، اتفضلي. فتحي موجود؟ هو نزل وجاي حالا. اتفضلي اتفضلي. فينك من زمان؟ محدش شافك. الدنيا مشاغل. مشاغل ايه بقى؟ في مشاغل تبعدك عن اهل حتتك. ده احنا زي الاهل.
هو فتحي هيتأخر؟ الله، ومالك ملهوف قوي عليه كده؟ نعم. لا مش قصدي، هو زمانه جاي يعني. تعرفي انا لو منه ما كنتش نزلت ما دام اعرف ان حضرتك جايه. ما هو ما يعرفش اني جايه كده. يا اهلا وسهلا. تمشي ازاي وادخل الحمام زي خروجه؟ ابعد عني، ابعد عني، لا صوت ولم عليك الدنيا. يا سلام. طب حاولي كده. انت يا زهر مش عارفه مصلحتك فين. ده انا هساعدك قوي. اسمعي كلامي، فتحي دي وبتاعك. القلب شبعي بيه. كلب، انا كان قصدي مصلحتك. حيوان، ما عندكش دم. الله يسامحك، لو كنت بتحس، لو كان عندك دم. لكن هعمل فيك ايه وانت معدوم الضمير؟ حيوان. اسمع بقى، انا فوتت لك الشتيمه الاولانيه، فاحسن لك بلاش تعمل ذكر قدامنا. قاتل. دي اخرتها، تموتوا بعض بدل ما يبقى قلبكوا على بعض. الكلب، حاول انتهز فرصه عدم وجودي وحاول. خلاص خلاص يا فتحي، يا خساره تربيتي فيك. حاولت اعمل منك بني ادم لكن ما امكنش. طول عمرك عاوز اللي في ايد الناس واللي في ايدك ما كفكش. بره بره. انت اخرتك بعد تفتكك من الشارع. انا اسف يا بنتي. امسحيها فيه. حصل خير يا عم. ما كنتش احب ان يكون سبب مشكله بينكم. ده ولد قليل الادب ما ترباش. اقعد يا صغير وبعدين هوصلك. لا انا مش هروح. ليه؟ اصلي اتخانقت مع بابا. ابوك يا بنتي. ابويا اللي يدور على مصلحتي، مش يدوس علي عشان مصلحته. يا عمي انا قلبي
اهلا عطيه بيه. انا احساسي ما يخيبش ابدا. انا برضه قلت انك هتيجي عند عمك حسن. الحقيقه انا جاي اتكلم مع فتحي كلمتين على الافراد. اتفضل اتكلم. مفيش حد غريب. دي بنتك وده ابويا. انا بقول على الفراد ممكن؟ اتفضل. كل اللي عملته ده لمين؟ مش لسهير؟ وسهير ليها مين غير؟ بدليل انها لما سابت البيت جات لك. ما انتوا اللي هتورثوني ولا ليا غيركم. وابوك ده زميلي صديق عمري، المفروض يستريح، كبر بقى يقعد على مكتب. هو ماله مال العمال؟ عرض مغري جدا يا عطيه بيه، بس للاسف على حساب ناس تانيين، وده شيء لا انا ولا سهير ولا ابويا نقبله. فتحي فتحي انا طول عمري معجب بيك وتفكيرك وثقافتك، وجاي تشتريني وتشتري سكوت ابويا وكرامتنا. وطبعا لما هتجوز سهير بنتك هبقى عبد مخلص تحت رجليك، عشان عارف انك انت شلتني من الفقر. بس كل اللي بتقوله ده مرفوض يا عطيه بيه. يظهر ان انا كنت متساهل معاك اكتر من اللازم. انت بتهددني؟ اتفضلي معايا. اسف يا بابا، انا هفضل هنا. انت موافق على كده يا حسن؟ ما هي برضه في بيت اهلها يا عطيه بيه. كده طيب انا هعرف اخليكم تندموا. انا هعرف اخليكم تندموا. انزل يا ابني استاذن عمك بدبولي، خلي راوية تطلع تنام مع سهير. حاضر. ورق دشت بعد ما تولع النار
تنط فيها وتجري تبلغ البوليس وتقول لهم انك شفت فتحي ابن اللص حسن وهو بيولع النار. ولما يسالوني يقولوا لي ما مسكتوش ليه؟ اقول لهم ايه؟ طيب خليه يطلبني بعد ربع ساعة. تقول لهم إنك خفت وطفيت النار الأول. ليك 1000 جنيه. آدي 500 جنيه هم و500 جنيه بعد ما تنفذ. مفهوم؟ مفهوم. طب مفهومي. ألف شكر. شكرا يا محمود. مسكين يا سهير، ضايع، نفسه يبقى حاجة كبيرة يعوض بيها الفقر اللي عاش فيه، التعب اللي شافه. انتي بتحبيه؟ احبه، احبه، دي كلمة قليلة. ده انا نفسي اموت علشان، نفسي يطلب مني عمري حياتي وانا اديهاله. احنا الاتنين مستعدين نديلهم كل حاجة، لكن للأسف هما مش حاسين بينا. هي الناس لازم تتعذب وهي بتحب تتعذب وهي بتكره تتعذب. هي الحياة ايه؟ عذاب؟ هي دي اسمتنا. الو، ايوه انا عطيه. ايه بتقول؟ ايه المطبعه بتتحرق؟ ايوه ايوه حاضر. دي شقه فتح حسن. ايوه بيه، بس هي قاعده هنا بكفه عند الفتح علشان عايزينه. ليه؟ عمل حاجة؟ فتحي متهم بحرق مطبعة عطية بيه، فتش الشعب. ليه عطية بيه يعمل كده؟ ده فتحي عمره ما حد اشتكى منه، ده نور عليا اللي بشوف بيه. يا بيه. في ايه يا عم؟ أبوكي بيتهم فتحي إنه حرق المطبعة. فين محمود؟ انتي مين؟ فين محمود؟ ما عندناش حد بالاسم ده. الله، ده ايه يا شابة؟ هو ده ليه جدت ولا ايه؟ ما قلتلك ما عندناش حد بالاسم ده. انا عارفة انه هنا، ارجوكي لازم اشوفه ضروري. ابي خدي منه معاد في حتة تانية. ايه انتي ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي مكاني ازاي؟ والله عالي يا سي محمود، انت كنت زايغ منها ولا ايه؟ محمود، البوليس بيدور على اخوك فتحي. ليه؟ عطية بيه اتهمه بحرق المطبعة. وفتحي فين دلوقتي؟ في الكلية. فتحي تعال اركب. انا فين؟ تهرب قبل ما يقبضوا عليك. يهرب ليه؟ ده ما عملش حاجة. انا هسلم نفسي وحسبت اني بريء. بلاش جنان، تسلم نفسك ده ايه؟ اكيد عطية محضر مليون شاهد عليك انك حرقت المطبعة. يلا اركب ما تضيعش وقت. يلا. زعلان منك. انا عارف ان اللي حصل ده غصب عنك. مفيش خساره. انا مأمن على المطبعه يا رجل.
رجب، انت طلعت راجل معايا وعايزك تكمل وتتهم فتحي في التحقيق. ادي 500 جنيه اهم، وحدي لك كمان 500 بعد ما يقبضوا على فتحي. شد حيلك يا رجب. رجب حبيبي حبيبي، ازيك يا رجب؟ ازيك يا رجب؟ وده حصل ازاي؟ سلامتك يا رجب، سلامتك يا حبيبي. يمن على الالات، ما يهمنش على البني ادمين. احنا رايحين فين؟ يا سيدي ما تخافش، احنا في اكتر حته امان في الدنيا. تعال، دي سرايه حافظ باشا. سرايا هنا؟ ايوه، تعال بس ما تخافش. ورايا. يظهر مفيش حد هنا. استنى بس، ما تستعجلش. اهلا ابو حنف. هو مش في حوش فاضي هنا؟ طبعا، الدار امان، اتفضلوا. اتفضل. انا متاكد ان فتحي ما عملش حاجه، بس غلط انه يهرب كده، بيثبت التهمه على نفسه. بقى يا رب الاولاني ضاع مستقبله وقلت عوض عليك، التاني هو يرفع راسي يقوم يحصل اللي حصل. يا خسرتكم يا ولادي، يا خسرتكم. كل ما كنت اتشعبط في الاتوبيس واشوف ناس راكبه عربيات كنت اتضايق، كنت احس ان انا ضعيف قوي، كنت دايما اشتهي هدمه كويسه، اكله كويسه. كان نفسي في يوم اقوم من على الاكل وانا شبعان، مش بنص بطن عشان ابوك يلاقي حاجه اكلها. ابوك كتر خيره، عمل كل اللي يقدر عليه. انا عمري ما فكرت اذا كان عمل ولا ما عملش، انا كان كل تفكيري ليه احنا فقراء وفي ناس تانيين اغنياء ومن غير سبب. كنت دايما احس ان فقرنا ده عيبه لازم نداريها، ضعف لازم نتغلب عليه. عمري ما صدقت الكلام اللي كانوا بيقولوه لنا في المدرسه، خير، شرف، امانه، كلام ملوش معنى، كلام مش ممكن يخليك تشبع او حتى تسوي نفس في سجاره. بس احنا ما نقدرش نعيش من غير ده كله. حاولت اقنع نفسي بالكلام ده لحد ما جه يوم امي كانت عيانه، رحت عشان انده وهم المطبعه، ما لقيتوش هناك. لقيت عطيه بيه قاعد على المكتب وكان قدامه فلوس، فلوس كتير. طلبت منه قرشين عشان اجيب الدكتور لامي والدواء، مرضيش، اتحايلت عليه. امي كانت عيانه وبتموت، كنت هبوس ايده، رفض يديني مليم. حسيت ساعتها ان انا عايز اقتله واخد كل الفلوس اللي قدامه. حس اللي جوايا طردني من مكتبه زي الكلب.
وماتت امي. حسيت ان عطيه هو اللي قتلها ومش عطيه وبس. لا ده كل الاغنياء اللي في الدنيا. ساعتها صممت ان ابقى غني. معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش ما تساويش حتى كلب. رجب مات يا سعادة البيه، ابني مات. البيه في حياتك. ايه؟ هو انا جاي اخد منك تمن ابني؟ ابني ما يتقلش بالدهب. المسألة حصلت قضاء وقدر. قضاء وقدر؟ بقى انت تعمل العملة وتقول قضاء وقدر؟ ابني قال لي على كل حاجة. أنا ما غصبتوش. ما أنت تقول له احرق المطبعة وحديك فلوس ولا هطردك منها. وأنت عارف إن ابنه عيان. يبقى ده مش غصب يا بيه. أنا ما كنتش أعرف إنه هيموت في الحريق. وبعدين الأعمار بيد الله، أنا ذنبي إيه؟ بقى نرمي واحد في الهلاك. وأقول عمره انتهى لحد كده؟ يا شيخ حرام عليك. ده ربنا ما يرضاش بكده أبداً. شوف يا استاذ علاء، اللي انت عايزه راح اديهولك، وابن ابنك راح اعالجه على حسابي. ومنين تجيب له واحد يقول له يا بابا؟ منين تجيب له واحد يحن عليه؟ منين تجيب له واحد يشد ظهره لغايه ما يصلب طوله ويقف على رجليه؟ منين؟ منين؟ هتشتري له واحد يسهر عليه وهو عيان؟ هتشتري له واحد يخاف عليه ويحبه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت اللي قتلته. يظهر التفاهم مش نافع معاك. اوعى تنسى ان ربنا منتقم كبار، ودم ابني مش هيروح حضر، مش هيروح حضر. ربنا ينتقم منك، منك لله. دم ابني مش هيروح حضر، ربنا منتقم كبار، كبار منك لله. سلامة. ايه اللي جابك؟ مستر حسن طردك؟ مين ده يا بابا؟ ده اللي ابنه مات في الحريق، وفتحي هو السبب. انت عارف ان فتحي مظلوم، مش ممكن يعمل كده ابدا. لو كان مظلوم كان سلم نفسه، ما كانش هرب. عارف ان حضرتك مش هتسيبه. وانا فعلا مش هسيبه. يا بابا فتحي ما غلطش فيك ابدا، عشان تعمل فيه ده كله. كل ده هو ما غلطش. ما غلطش انه خلى ابوه يرفع عليا انا قضيه. ما غلطش لما حرضك خلاك تسيبي بيت ابوكي وبيت اهلك وتقعدي عندهم زي البنات اللي مالهمش اهل من الشوارع. كل ده ما غلطش. بس يا بابا مهما كان ما توصلش يعني انك تضيع له مستقبله وتقضي عليه. الدنيا كده، يا غالب يا مغلوب. حضرتك عارف كويس قوي ان فتحي ما حرقش المطبعه. يعني بتبلى عليه؟ طب عشان خاطري يا بابا، عشان خاطري، عشان خاطر عم حسن صديق عمرك. ده انت لو شفته دلوقتي اصعب عليك. بقى زي التايه، كانه جبل واتهد خلاص. الدمع ما بقتش تفارق عينيه. ده فتحي كان امل الوحيد، الامل اللي تعب العمر كله علشانه. ازاي ازاي يشوفه بيتحطم قدام عينيه؟ الغدا يا عم. عم حسن الغدا مالوش لزوم. ازاي بقى؟ لازم تاكل. لازم. ولازم ليه؟ عشان اعيش. اعيش وهم بعيد عني. واللي تبقى عايشه ده الموت احسن. اطمن يا عم، ده محمود اخد فتحي وخباه في حته امان، محدش يقدر يوصل له ابدا. امان؟ ولحد امتى هيفضل مستخبي؟ انا طول عمري بمشي جنب الحيطه واقول يا الدنيا داريني. يا ترى ده قدر ومكتوب ولا هي الدنيا كده
ما تجيش اللي على الغلبان اللي زيه بس. عم حسن بس انا غلطان، يا ما كان نفسهم في حاجات وما قدرتش اعملها، ما كانش بايدي. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ ارجوك يا بابا ارجوك. انت جاي هنا ليه؟ ارجوك. عايز ايه؟ كفايه يا بابا كفايه. انا جاي لك في كلمتين. اتفضل يا عم حسن. عطيه مالكش دعوه باولادي. انت جاي تهددني يا حسن؟ انا عمري ما بهدد حد، لكن اللي يرش ولادي بالميه ارشه بالدم. بدل كده كنت ربيهم احسن كويس. انا ربيت ولادي احسن تربيه، لكن الحقد الاسود اللي في قلبك عماك عن عشرتنا، عن الخير وعن الحق. انت هتديني درس في الاخلاق ولا ايه؟ انا عارفك من زمان يا عطيه، وعارف لما تحب تنتقم تبقى مجنون. انا قدامك اهو، اعمل فيا اللي انت عاوزه، بس اعمل معروف مالكش دعوه باولادي. هحرق قلبك عليهم. فتحي ده هضيع لك مستقبله وهدخله السجن عشان تبقى تقف قصادي يا حسن انت واولادك، وانت عارف اللي يقف قصاد عطيه يحصل له ايه. بابا مش ممكن اللي بتقوله ده. اسكت انت، انت ما تعرفيش الصنف ده يتعامل ازاي. الله يسامحك. هتعمل لي مؤدب دلوقتي، تاكل من خير سنين وبعد كده تعض الايد اللي اتمدت لك. طول عمرك خيرك لنفسك. العز اللي انت فيه ده من عرقي وعرق الغلابه اللي زيي، من قوتي وقوت ولادي اللي عاوز تنهشهم زي الكلب السعران. كلب؟ انا كلبي يا ابن بابا. انا همرمغ مناخيرك في التراب، هخليك تركع على رجليك وتبوس جزمته علشان يسامحك. اللي بتشتمه ده ضفره برقبتك، ده هو اللي عملك. عم حسن هوش محمود. تعالى يا ابني، هتضيع شبابك علشان واحد زي ده؟ انا هخليك تندم على كل حاجه. انا هوريك يا عطيه، انا هقتلك. هخليك تبوس جزمتي وانت عايم في دمك. هقتلك يا عطيه، وخلي فلوسك وظلمك ينفعوك. هقتلك هقتلك يا عطيه. وانت ما رحتيش معاهم ليه؟ روحي معاهم عشان تتفقوا ازاي سوا هتقتلوني. بابا مالكيش اب، مالكيش اب. سهير، 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 سهير. ما تسيبنيش يا بنتي، ما تسيبنيش. انا ماليش غيرك يا بنتي، ماليش غيرك يا بنتي، ماليش آدم على قد حبه للناس. طب ما هو أبويا طول عمره بيحب الناس، طول عمره بيضحي علشانهم، ومع ذلك الدنيا ما ادتلوش حاجة أبدا، عكست معاه. حطت في سكته عطية بيضة علشان يذله، وفي الآخر عايز يرمي ابنه في السجن. وهو علشان في واحد وحش يبقى كل الناس وحشين؟ يا محمود، يا محمود، الدنيا مليانة ناس طيبين. ما هم بينداسوا في السكة زي أبويا منداس، لا ليهم حس ولا صوت ولا دراع، واللي ملوش دراع لازم ينداس. قصدك إيه؟ قصدي ان انا علشان اعيش وابقى محترم وسط الناس لازم يحسوا ان انا اقوى منهم، لازم يخافوا مني، لازم يعرفوا ان واحد زي عطيه بيه لا يمكن يغلبني. يعني هتعمل ايه؟
انا مش ممكن اعيش وابويا اتهزق واخويا متهم ظلم، لازم انتقم. بس الشطاره ان انتقم من غير ما حد يمسك على اي حاجه. وهتشوفي. اهلا استاذ فتحي. عطيه بيه موجود في اوضه السفره بيتعشى. والانسه سهير في اوضتها انده لها؟ لا مفيش داعي. طب اديها خبر بعدين. انا عايز عطيه بيه. طب اتفضل. شكرا. عطيه بيه. عطيه بيه. عطيه بيه. عطيه بيه. عطيه بيه. عطيه بيه. عطية بيه. قتلته يا فتحي. يا ست سهير. يا ست سهير. عشان كده قلت لي ما تندهاش وما تندهاش خبر. كده برضه يا فتحي. يعني انت مصمم انك دخلت لقيته مقتول؟ فندم والله العظيم ده اللي حصل. مش جايز دخلت من البلكونه وقتلته وبعدين لفيت ورجعت دخلت عادي من الباب؟ طب ليه؟ انا اللي اسالك مش انت. ومع ذلك اقول لك ليه انت عندك الدافع للقتل. لانك انت طلبت بنته تتجوزها وهو مرضيش، وبعدين حاولت تقنعه برضه مرضيش، فقتلته عشان يخلالك الجو وتتجوزها وتورثه. مش ممكن. مش انا اللي افكر بالطريقه دي. امال تفكر ازاي؟ انا رفضت اتجوز بنته كده. اتفضل يا فندم. اتفضل يا سريع. انيس سوير، الاستاذ فتحي بينكر انه قتل والدك وبيقول انه رفض يتجوزك. يوم ما كان قدامي اني اختار ما بين ابويا وبينه اخترته هو. وبعدين رجعت البيت حسيت ان ده الحل الوحيد اللي ممكن يهدي المسائل شوية. ما هديتش. ابوه واخوه جم واتخانقوا مع بابا. وكنت موجودة؟ حصل ايه بعد كده؟ سهير مش معقول. سهير انت برضه تصدقي اني ممكن اقتل ابوكي؟ امال ليه رفضت ان السفره يجي يداني لما جيت؟ او حتى يديني خبر؟ الله يسامحك. ضيعتيني وضيعتي مستقبلي. مش هي دي الحقيقه؟ مش ده اللي حصل؟ الله يسامحك. أرجوكوا خلوا العتاب ده بعدين. يحبس المتهم فتحي حسن عبد المقصود 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد. سعادة الدقي أنا مظلوم. أنا بريء. ما تخافش. ما تخافش. اطمن أنا هخرجك. أقصى حاجة هتدفعك يا فندم. متشكرين يا بيه. محمود. فتحي. بابا. فتحي. ما تخافش يا بابا أنا ما قتلتوش. أنا دخلت لقيته ميت يا بابا. أنا بريء. بريء. بابا يلا خلي بالك من بابا. محمود ما تسيبوش. صدقني يا بابا انا بريء. بريء. فتحي. فتحي. ست سهير هنا. الباقية في حياتك يا بنتي. أنا آسف اتأخرت عليك شوية. أعذريني.
احنا الاتنين خسرنا اعز ما نملك. انت خسرت ابوكي وانا خسرت ابني، الامل الوحيد اللي كنت عايش علشانه. ايه تعرف ابوكي اتهم ابني بحرق المطبعة ليه؟ عشان يبعدوا عنك، لانه كان عارف انك انت بتحبيه وهو بيحبك. ازاي يقتل الحب ده بايديه؟ فكري شوية يا بنتي بقلبك، ساعتها هتحسي انك ظلمتي انسان بريء ملوش ذنب في الدنيا غير انه حبك. فكري يا بنتي، فكري. ادخل. تفضل. محمود. ازيك يا محمود؟ ازيك؟ ازاي بابا؟ ايه يا محمود؟ مش قادر اصدق عينيا. معقول فتحي الانسان الطيب المسالم اللي كان دايما يكلمني عن المبادئ والمثل والحب بين الناس؟ اتفضل استريح. معقول فتحي اللي لما كنت احب الاقي نفسي اروح له واشوفه واتكلم معاه، ده انا معاك كنت بشوف ضعفي، كنت بحسدك على قوتك. ليه تضيع الصوره الجميله اللي كانت دايما قدام عينيا؟ ليه ما قلتليش كنت انا قتلتلك عطيه؟ انا ماليش مستقبل، لكن انت المستقبل لسه قدامك طويل، ليه تضيعه؟ كفايه يا محمود كفايه، مش ممكن تفقد الثقه فيا للدرجه دي. مش ممكن يا اخي يكون ايمانكم ضعيف بيها بالشكل ده يا محمود. انا ما قتلتوش، ما قتلتش عطيه، انا دخلت لقيته مقتول. لازم حد فيك يصدق الكلام اللي بقوله ده. مش قادر اصدق ان فتح يقتل. انا علمته، اديته سلاح علشان يفكر بعقل، كنت بسرق نسخه من كل كتاب اطبعه واجيبه له اقول له اقرا يا فتحي ايه. وفتحي قرا كتير، يعني عنده عقل، يعني مش ممكن يقتل. مش كده يا راوية؟ ايوه يا عم، فتحي مش ممكن يقتل. يعني انت متأكدة انه مش هو؟ ايوه، في حد تاني هو اللي قتل عطية. قصدك مين؟ مين اللي قتله؟ اتكلمي، انت عارفه مين اللي قتله؟ مين؟ محمود قال لي انه لازم ينتقم من عطيه. محمود انا بحبه صحيح، بس ما اقدرش اشوف فتحي هيروح لحد من المشنقه واسكت. لا. لا 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 لا. انا عاوز انبهك كمان مره لخطوره كلامك ده. الاعتراف سيد الادله. يا سعاده البيت، يا سعادة البي، أنا بقول الحقيقة. أنت بتقول كده عشان تنقذ ابنك؟ أبداً يا سعادة البي، أنا القاتل، صدقوني، حرام تظلموا ابني. طب اتفضل اسرعي.
طب قول لي بقى يا قصة حسن، قتلته ليه؟ كان راجل ظالم، رفدني من مطبعة بعد ما فنيت عمري معاه، لطمني في الشوارع علشان ادور على لقمة العيش. كان لازم انتقم منه، حرقت له المطبعة. وكمان بتعترف انك انت اللي حرقت المطبعة؟ ايوه، حبيت اعذبه واحرق له ماله اللي مصه من دمي ودم اللي زيي. بس هو تام فتحي انه حرق المطبعة؟ علشان كده رحت له اعترف له بالحقيقة، لقيته عارف ومتأكد ان انا اللي حرقت المطبعة، وقال لي عاوز يحرق قلبي على ابني. ما حسيتش الا وانا بقتله. طب فين السلاح اللي قتلته بيه؟ ان قضيتنا اليوم ليست في حاجة الى ادلة وبراهين، فالمتهم قد اعترف بارتكاب جريمته الشنعاء، تلك الجريمة التي لم يكن لها أي دافع سوى الحقد، الحقد الذي اختزنه طوال هذه السنين، وهو يرى زميل عمره وقد أصبح صاحب مطبعة بينما هو يعمل أجيرا بها. كان ينظر إلى صعودي نظرات كلها حقد، وعندما حاول عطية أن يدخل الآلات الحديثة في المطبعة كان هو يحاول أن يحرض العمال، وكان مصيره الفصل، فامتلأ قلبه بالحقد فأراد أن ينتقم، فحاول أن يشعل النار في مطبعته. ذلك الحادث الذي راح ضحيته إنسان بريء، ولم يكتفي بهذا بل سارع وقتل عطية ليخرس اللسان الذي امتد ليتهم ابنه. يا حضرات القضاة، لا تجعلوا مأساته تثير شفقتكم، فهو لم يعترف إلا عندما أدرك أن مصير ابنه سيكون حبل المشنقة، ولولا ذلك ما كان المتهم أقدم على الاعتراف. ولذلك أطلب من عدالتكم تطبيق الشريعة والقانون حتى يكون مثلا وعبرة لغيره من الحاقدين، وأطلب تطبيق المادة 230 من قانون العقوبات. كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام، فما بالكم والمتهم الماثل أمامكم الآن قاتل الاثنين. الحكم بعد المداولة. ليه كده يا بابا؟ ليه عملت كده ليه؟ ده واجبي يا ولادي، أنا خلاص انتهيت، ما عادش فيا رجع، لكن أنتم لازم تعيشوا، المستقبل لسه قدامكم، لكن أنا الماضي اللي لازم ينتهي، واجب إن أحميكم إن شاء الله بعمري. Thank you.
مستحيل. واديكي شفت النهاية. أبوك اتقتل. أبويا هينعدم. ما تصدمش يا حبي يا فتحي. مش أنا السبب. لكن الحقد اللي ملأ قلب أخوك. هو اللي وصلنا للنهاية دي. انت بتعيط. هو اللي زيي محروم بكل قلب ودموع. القلب والدموع اتخلقوا عشان بني ادمين، لكن انت مش بني ادم، انت وحش. ليه انت هتفضل تغلط وتسيب غيرك يتحمل جزاء غلطتك؟ يهون عليك، يهون عليك ابوك، يسيبه يتحجم على جريمة انت اللي ارتكبتها. انت بتقولي ايه؟ انت هتكذب علي انا كمان؟ ايوه انت اللي قتلت عطية وابوك عارف. عشان كده اعترف على نفسه، ضحى بحياته علشان ينقذك. بس انا ما قتلتش عطية. لا ما قتلتوش. طبعا انت ما قتلتوش، انا اللي قتلته. صدقني يا بابا انا فعلا ما قتلتوش. هو راوية. راوية غلطانة. ايوه انا فكرت اقتله واشرب من دمه، لكن صدقني انا ما نفذتش. يعني انت ما قتلتوش؟ اقسم بشرفك يا بابا، اقسم بالله العظيم ما قتلته. فتحي هو ده معقول يا بابا؟ الله الله، لا محمود ولا فتحي ولا انا. يعني هروح المشناه عشان جريمه ما حدش فينا عملها؟ لا انا بريء، انا بريء. انا عاوز المامور، عاوز النائب العام، عاوز الوزير. انا بريء، انا بريء. يا كل اللي بتقولوه ده شيء مقنع جدا، لكن لابد من دليل مادي قوي يقنع النائب العام بانه يعيد التحقيق في القضيه. دليل القاتل الحقيقي. طول عمره كان قدام عينيا، لكن عمري ما شفته ولا فكرت فيه. عمري ما سألت نفسي ليه هو بيتعب علشان احنا نستريح؟ ليه هو بيجوع علشان احنا نشبع؟ ليه هو عريان واحنا متغطيين؟ دلوقتي بس، دلوقتي بس حسيت بيه. حسيت قد ايه هو كان راجل عظيم، ضحى بنفسه علشان ينقذني انا، علشان ينقذني. طول عمري كنت سبب كل المشاكل، دلوقتي يدفع ثمن غلطه ما ارتكبهاش. مش ممكن، مش ممكن نسيبه يروح حاضر كده. امل الوحيد ان القاتل الحقيقي يظهر. ايوه القاتل الحقيقي، بس هيظهر ازاي؟ هيظهر ازاي؟ ده معقول؟ هو في حد من رجاله المطبعه كان يقدر يرفع راسه قدام عطيه بيه؟ لكن الظلم عمره ما بيدوم، والمظلوم اكيد برضه هيجي له يوم ويرفع راسه. يرفع راسه؟ وانا ارفع راسي ازاي؟ وانا انحنيت من كتر بكايا على ضنايا. ما هو عشان كده ما خبيش عليك، انا جيت لك. انت عارف انه مش ممكن عم حسن يقتل، وانت الوحيد اللي ممكن. يا انت عاوز تقول ايه يا ابني؟ شوفوا بقى، هما كلمتين ولازم تسمعوهم. ربك يمهل
ولا يهمل. أنا استدعيتكم النهاردة عشان تشوفوا أبوكم للمرة الأخيرة. أرجوكم مش لازم تخلوه يشعر بإن النهاية قربت. معاكوا يا ولاد خليكوا رجاله. امال خلوا قلبكوا على قلب بعض، ما تسيبوش بعض ابدا. خلي بالك يا فتحي من محمود، ده انتوا اخوات والاخ ما بيتعوضش ابدا. اعمار بيد الله ولكل اجل كتاب. على طلب السيد الأستاذ النائب العام رقم 9 سري المؤرخ 17/5/75، قد تحدد اليوم 18/5/75 الساعة 8 صباحا تنفيذ حكم الإعدام شنقا في المسجون حسن عبد المقصود شعراوي بجهة سجن الاستئناف، وذلك للحكم عليه حضوريا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا من محكمة جنايات القاهرة في قضية الجناية رقم 2 لسنة 1975. نستكشف حاجة يا حسن؟ نفسي أدفن جنب أم العيال. قول ورايا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم اغفر لي ذنبي. واقبلني. واقبلني. ومتني مسلما. ومتني مسلما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيوة قتلته.
اديني سجن الاستئناف. وقف التنفيذ بنام النائب العام، وقف التنفيذ بنام النائب العام، وقف التنفيذ بنام النائب العام. امر من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم. اوقف التنفيذ. كل قوي يا رب يا رب.